هاي جايز، ويلكم باك تو ماي شانل. يا جماعه، اليوم فيديو اليوم صراحه فيديو وايد متحمسه اني اصوره، ودائما كنت اشوف هذا الترند. هو شوي ترند قديم بس انا وايد احبه وابي اجربه، واللي هو نفس ما هو مكتوب في العنوان، يوم كامل متابعين يتحكمون فيني. طبعا انا ما كتبت لهم في الانستغرام بصور هذا الفيديو، بس انا ببدا من اليوم الليل لين باكر يوم كامل متابعيني يتحكمون فيني لمدة يوم كامل حرفيا. وباكر يوم الاثنين يعني بداية الاسبوع عندنا، ف اوريدي بكون طالعة من البيت، مون في ستايلي في الاكل، فحرفيا انتم بتتحكمون بستايلي والاكل وملابسي وشعري وكل شيء بسويه حرفيا. يس جايز، انيويز بديت وسألتهم في الانستا اذا لازم اغير كفر التليفون ولا لا. طبعا الاغلب كتب فاطمة غيري، فهو شوي صراحة يعني كان اصفر بس الحين صاير اسود، يعني شوي لون متغير، فقلت ليش اني ما اغير. شنس في كفر لونه ازرق وفي كفر لونه وردي، لحظه خلوني اراويكم كيف شكله. هذا الازرق مكتوب عليه حرف اف اي يجنن لونه، وهذا الوردي بعد خيال يجنن، فبشوف شو اختاره وبقرر. جايز في تحدي كبير بين الكفر الازرق والوردي، فللحين بعطيه صراحه شويه وقت. بلبس بيجامة مريحة، تي شيرت، اي شيء، لان احس اني لابسة هاللبس من الصبح فابي اغير. الخيار بين ان البس بيجامة مريحة ولا اقعد بنفس اللبس، واللي اتمنى اني ما اقعد بنفس اللبس صراحة، فبنشوف. ما ابي ابين لهم ان انا قاعدة اصور فيديو، ابي اكتشف منو بيعرف. صورت صورة والحين مكتب ابدل ولا البس نفس اللبس. جايز او ماي جاد، الحين بنزله وبشوف. صراحة جايز الوردي قاعد يفوز، الوردي فاز على الأزرق، هذا هو الوردي، فأعتقد إني فاز نفس ما شفت. طبعاً جايز الوردي فاز، فبغير الكفر الأصفر هذا مع السلامة، الأصفر هذا مع السلامة، والحين وقت إن أحط الوردي. جايز سو كيوت، فري كيوت، ياي مستانسة عليه، أحسه حلو وايد، بداية جديدة، أسبوع جديد مع كفر جديد. شعور حلو صراحة. شوف الحين اختيار اللبس. جايز هذا يعني اغلبكم خلاص اختار ان انا ابدل لبسي، فببدل لبسي. ابي اغير جاكيت، احس خلاص ابي انرجي، ابي طاقة جديدة، ابي اغير هاللبس لانه لابسته من الصبح، فخلاص. جايز تعرف قاعدة اصور اليوم؟ متابعيني يتحكمون فيني يوم كامل. تبغى تطلع؟ لا. ليه؟ تعال. جايز ويلكم باك. مطبخنا. سوري على حوسة المطبخ، بس عندنا مقرر طبخ مع فاطمة. جايز انا وعاني 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 وعانا. فالحين وقت اني اسال المتابعين في اكلة انا يعني ابي اكلها اكيد. محروق ادري شكله يضحك. خلي المتابعين يختارون بين هذا الاندومي، او مو اندومي، هذا من شركة ماجي بنكهة الكاري، ولا هذا بنكهة الخضار من اندومي. فبصور حق متابعيني وبحطه في الانستا بشوف شو بيختارون. ضيفوني في ماي سوشيال ميديا عشان اذا سويت بارت 2 من هالفيديو انتم تشتركون بعد وتتفقون او تتحكمون في حياتي لمدة يوم. بس ما قلت لكم هذه البطاطس يحتاج اني احمره بطماط وبصل وكل هالامور، ف let's do that guys. علشان اول شيء بنحمر البصل والثوم في زيت الزيتون. اليوم انا يعني كنت مشتهية هالاكلة بطريقة فظيعة، على فكرة في فترة من حياتي هاي كانت اكلتي المفضلة يعني. كرا في مخلل، او ماي جاد لازم. طبعا نحتاجه، هذا يعني شيء جدا اساسي في الاكله. وبعد شو نحتاج؟ بعد نحتاج كركم. بس جايز عندي كل شيء مهم هني، فلفل اسود، يعني تقريبا كل شيء موجود هني. خلونا نشوف المتابعين شو اختاروا، الاندومي الاخضر ولا الكاري؟ اختاروا الاخضر. صراحه كان خاطر بالكاري شوي، بس ما عليه. فاليوم بتعشى الاندومي الاخضر. الحين بيطلعون الناس ايوه تاكلين بصل، ايوه 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 يس اكل بصل ما فيه شيء. بس محتاره اكسر الاندومي يعني اخليه نفس ايام الطفوله اكسره، ولا اخليه يعني
نودلز طويل العادي. لازم افكر في الموضوع الصراحه، محتاره اكسر احس بكسره. تعرفون نفس ايام الطفوله لما كنا نكسر الاندومي احس بكسره. قلت ما اعرف اذا انتم نفسي ولا لا، بس انا من النوع انه لازم الاكل يكون وايد، يعني حتى اذا كنت بسرعه بشبع وما كنت يعني وايد جوعانه لازم 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 الاكل يكون بكميه كبيره، لانه ما اتحمل عصير يعني لازم كم من شيء، مستحيل اكل صنف واحد. شويه فلفل احمر مشان تصير صار زيت الزيتون. لحظه ايش صار جايز؟ ماي جاد، انا اليوم بنذبح، انا خلاص باي باي جايز، استانست معاكم، اتمنى ان استمتعتوا في الفلوج، اشوفكم في الفلوج اللي بعده، باي. وايد لذيذ، سويت لي ساندويتش شكله يخوف مع شويه خضار، كسرت الاندومي خليته نفس ايام الطفوله، جاي الحين واكل واشوفكم، ما ادري متى بس بشوفكم بعد شوي، باي. جود مورنينج، امزح مو جود مورنينج لان الساعه 3 العصر. او ماي جاد انا متاخره وايد، عندي موعد اسنان الساعه 6 في دبي، فما اعرف اذا الدرب بيكون زحمه ولا لا، وللحين مو حاطه ميك اب. فجايز عندي بروسس اني احط ميك اب في السياره، وعندي الحين لبست ماي ذس از ماي اوتفيت، براويكم الاوتفيت كله. طبعا الاوتفيت كان من اختياركم على فكره، حطيت في الانستا. اوكي طبعا انا كنت لابسه بنطلون ازرق جايز لابسه بنطلون ازرق، فانا كنت حاطه بنطلون اخضر ولا ازرق، اغلبكم اختار الازرق فلبست الازرق. وبعد حطيت اوبشن هل ارفع شعري ولا اخليه مفتوح، اغلبكم قال ارفعي شعرك، فما عليه لان اوريدي كنت ابي ارفع شعري الصراحه، بس من ناحيه البنطلون كنت ابي البس البنطلون الاخضر. ايش رايكم رفعت شعري لبست ماي اوتفيت؟ والحين عندي بارت الميك اب، تحسون احط الميك اب هني بسرعه 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 ولا انتظر لين السياره؟ قررت اني احط الميك اب هني صراحه، لانه واي نوت، تو اوبشنز، استخدم الميك اب الكوري، تتذكرون اني انا اخذت ميك اب براندات كوريه من بانكوك، ولا استخدم الميك اب المعتاد اللي استخدمه؟ وطبعا الاغلب اختار اني انا استخدم الميك اب الكوري الجديد، يعني عشان ما تقولوا لي كذابه بعد شوفوا. anyways قررت اني احط الميك اب هني بسرعه عشان ما ابي اطول، ابي اشوف اذا بتوافقون اني اليوم اشرب ماتشا ولا لا. جايز حرفيا حطيت اشرب ماتشا اليوم، احتاج الماتشا، بس اذا ما شربت الماتشا اكيد لازم اشرب كوفي ولا شيء، بس انا ما احب الكوفي. الوضع كارثي، فاطمه متاخره. طبعا اليوم بقول لكم شو صار فيني، مشيت انا ناشطه من الساعه 11 على فكره، 11:20 تقريبا كان الوقت. صار فيني اوكي واو اليوم نشيت بسرعه، بكون انسانه صحيه وبنشي بسرعه. جتني حاله الهواجيس اللي تصير، تعرفون هواجيس الظهر؟ يعني ما اعرف اذا انتم تتابعوني في تيك توك ولا لا، متكلمة عن هالموضوع، مسوية ذبات عن هالموضوع، افكر في المستقبل وفي الماضي وهذا وهذاك وها ها يا جماعة، من اول ما نشيت لين الساعة 2 الظهر يعني تقريبا، تخيلوا كنت ماسكة تليفوني طول هالوقت، ما اسوي ولا شيء ثاني، بس ماسكة تليفوني افكر وماسكة تليفوني وافكر يعني حرفيا. فجتني عقب فجأة جتني لحظة ادراك انه فاطمة حبيبتي شو تسوين؟ عندك مواعيد، عندك حياة، روحي شوفي حياتك يعني، لأن أنا في هالفترة فيني التهاب في اللثة، يعني حرفيا لما فرش أسناني يعني في دم، ف يعني فيني التهاب من الآخر، فحجزت عند الدكتورة اليوم عشان أروح عندها، فعندي موعد اليوم، موعد أسنان، العيادة اللي أروح لها في دبي مول. صراحة يمكن اشوف خواتي هناك لانهم اوريدي في دبي. اخذت فرشة جديدة لما رحت بانكوك حق الكونتور، انتم متخيلين؟ فبستخدم هالفرشة اليوم لانه واي نوت، خلينا نشوف كيف استخدامها. انا اول مرة اشوف فرشة من هالنوع حق الكونتور، احس مو لايق، يمكن حق البرونزر يكون احسن. مو واكلة ولا شيء ولا شاربة ولا شيء، بس شاربة ماي. خلصنا البرونزر، الحين بستخدم الفرشة هذه حق الكونتور شوي، طبعا ما بحط وايد. جايز الاغلب وافق اني اشرب ماتشا، او ماي جاد، شكرا شكرا احبكم. متحمسه اني استخدم، جايز عندي 3 باليتات اي شادو،
اخذتها من بانكوك. هذا الباليت بكبره لان حسيت انه كيوت. اوكي جايز بستخدم هذا الباليت اول شيء بشوف اذا احتاج احط زياده ولا لا. لما تتابعين keeping up with the Kardashians تتكلمين نفسهم. Who cares? Oh my god. طلعت من البيت وباقي الساعة على الموعد، يعني عندي درب ما اعرف شو بيصير بشوف. كنت فكرة اني اوقف اخذ ماتشا بس قررت اني ما اوقف اخذ ماتشا لانه ما في وقت وما ابي اتاخر على الموعد. ففاطمة بتروح فاطمة بتروح شو بتسوي؟ ففاطمة بتروح بدون ماتشا اليوم في الدرب. عادي اكيد في دبي مول او في دبي بحصل ماتشا، واذا ما حصلت بتقبل الموضوع. ايز يامي سو كيوت. سويت سلطة في البيت لانها عرفت انه ما بيكون عندي وقت اني اكل، فقلت على الاقل في السيارة باكل سلطة وانا قاعد اسوق لين ما نوصل هناك. فجايز ان شاء الله الحق على الموعد. سي يو عند دكتور الاسنان. وش رايكم في الميك اب والتقريبا الهايلايتر والميك اب كله برعاية البراندات الكورية للميك اب؟ كيوت صح؟ I love it. Anyways guys، والحين انا بروح، الحين لازم اسوق. يلا باي، سي يو في دبي مول. هاي جايز، انا وصلت دبي بس للحين باقي على المول تقريبا ربع ساعة واصل. بس سألتكم في الانستا اذا لازم اسمع عبد المجيد عبد الله ولا راشد الماجد، وطبعا الاغلب اختار عبد المجيد. ف عبد المجيد تايم، وقت اني اسمع اغاني عبد المجيد لانه اي مس. كنت قاعدة اسمع عن الوعي، هو يعني يعتبر كبودكاست، بس قلت ابي اغير شوي بسمع اغاني عشان هي مثل الاول. عندي سبب مقنع وما بتسأل او اسريح، ما ينفعك دور الجريح انت بزمانك بست بالكلام، ما عاد لك شوقي صريح. ياما على السلة سكالة مثلك لزومي مدور الدرب المريح. عايز انا وصلت المول. يس يس يس. شايفكم مجوهرات اليوم براند اسمه بلس، هالكوليكشن كله يجنن يجنن يجنن. دقايق وصلت على الوقت، وايد قاعدة احس بالفخر لاني وصلت على الوقت واحس او ماي جاد. اشرب الماي. يس اكل بيت. اوكي اوكي يا واش جايز، نزلت. This is my outfit حق اليوم. وايد مريح، يعني شيء كاجوال مريح. وايد الجو حر، وايد مول زحمة، فأعتقد إني بصور لكم في العيادة. خايفة موعد أسنان، الله يستر. جايز خلصت من موعد الاسنان، صراحة وايد طولت، تقريبا طولت ساعة ونص هناك لان سويت اكس رايز ويعني دكتورة شافت اسناني بشكل عام. اول مرة في حياتي ارفع الكاميرا واتكلم في دبي مول، بس احس عادي يعني مو متوتر لهالدرجة. الحين رايحة اشتري جاميز، بس قلت اني بحط سؤال حق البنات، اشتري جاميز اللي عليهم السكر ولا اللي بدون السكر؟ لاني انا ما احب اللي عليه سكر، بس قلت بسال البنات اذا قالوا لي اذا البنات قالوا لي عادي اشتري اللي عليه سكر باخذ اللي عليه سكر لاني ابدا ما احبه. بس جايز هذا هو المكان اللي دائما اخذ منه قميص. بس هذا لذيذ جايز، هذا شكله وايد لذيذ. مصري افلام مصريه ضحك بس انا ماني خلقت. قولي هاي حق البلوج. زين هاي بلوج، هاي بلوج. ما احب الاكشن. في هذا وشو ما باب تعرفين مو بجوي هالسوالف. انا ادري كيف القصه يعني، بس ها وادي يطلع بعد اخذتها في مره وارفع الساعه 8 11 جايز. اخذت الكاندي وايد حطك حالف عيني. لا في شيء فيك متغير اول ما شفتك شيء يعني
جايز رجعنا السيارة أنا ومريم، والحين مريم قاعدة تدور فيلم هي سينما، بس نفس ما أغلبكم قال أخذ كاندي. أنت اليوم مسوي تحدي مريم. تحدي شو؟ ما تشوفين ستوريات؟ أنا أروح أختار العكس. ليش؟ كنت مختارة بنطلون أخضر بس لبستي أزرق. أنا كتبت الأخضر. أنا اخترت الألبوم مال ماتشي وحطيته أشرب. ما أدري هي يعني أنا كنت بس الناس أغلبهم كانوا كاتبين أشرب الماتشا. شفتي؟ إيه. بس شوفي كان في التحدي إنه هل آخذ عليه السكر أنا لأني ما آكل. البنات كانوا كاتبين هي تاكلين وياي الحين. جايز هذا البيتش رينجز اسمه هذا طعم الخوخ. خيال أوريو. ها وايد لذيذ. خيال. ما بعد. جايز هذا وايد حلو. جايز شوفوا مريم شو خذت لي هدية كيوت. الليب اويل هذا وايد مشهور صح الحين؟ وايد على فكره كان شكله بيخلص زين زين. مريم كانت شاري هذا وكانت تتكلم عنه في واحده من فيديوهاتها، حتى عشان اجربه وايد حبيته لانه حسيت انه يعني ما حسيت انه وايد حلو حبيته. هو ماي فيفرت على فكره. ثانك يو. سهلين بستي. بعد بس ورا خذت لي تيشيرت في البيت هذا يعني صح. تذكرت لما كنت اتمشى في المول انا عندي اليوم ابي انزل بوست، فسالتكم انتم اذا انزل بوست الحين ولا بعد ساعه. اغلبكم قال ان انزل بوست الحين، ف يلا نروح ننزل بوست الحين. كاي خيال. شوف الصور بوست. تعرف اصلا الفيلم حلو كايز. بنزل بوست بوست بوست. في المول انا واختي مريم اول شيء ما حصلنا ولا فيلم في السينما، يعني كل الافلام اوقاتها كانت زي الزفت، فقلنا ما بنروح السينما وينا فيستيفال مول لان هذا كان اقرب مول لنا نتسوق يعني اغراض حق البيت من لولو هايبر ماركت. الحين ابي اسال البنات هل انا اتسوق مع اختي مريم ولا اقعد ساكته واشوف اختي مريم تتسوق؟ جايز هنا نتسوق. الله حسه حلو فطومه. شوف شو ها هي شفتها هاك اليوم. ناخذ هذا حق البرجر. ترى نعجبه جوار ما عندنا مايونيز. جايز طبعا قاعده اتسوق بس لان للحين توني حطيت السؤال وقاعده اتري البنات يجاوبون. وافقوا مريم اتسوق مع مريم للبيت. وافقوا. هي شوفي ني 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 جايز بتسوق مع مريم. يس ادوا شويه قولوا لا بنات كيف عليكم. از كريمي ايش رايك ولا اخذ مايونيز؟ فاضي رانش صوص. والله رانش صوص اسود زيتون اسود. ياي احتاج حد يدز معاي القاري لانه وايد صعب. هل حبات شو تاكو والف سوالف امهات. قسم الشيبس جايز. والحين صراع فاطمة مع القاري اللي ما يتحرك ابدا. تونة؟ جايز والله القاري ما يتحرك. ايه هذا في الوردي ها فراولة بعد. بس الريحة؟ باستا ما لك باستا؟ احب هالنوع من الباستا وايد لذيذ. احس ابي فراولة. هذا يامي. انا بروح اشتري شويه هالنوع الجزر الصغار انا وايد اريح حق الاكل حق السلطه. احس من زمان مو ماكله الكيل. جايز مريم راحت تصوب الكاشير وانا جيت صوب السناكس. ما اقدر اطلع من هني بدون لا اخذ لي سناكس. ف شو اخذ؟ ماي جاد جايز تذكرون لما حبيت فيه وكنت ميت عليه في رمضان كان تقريبا خاطر في تشيتوز. محتاره اخذ تشيتوز شيء المفضل عندي هالفتره تشيتوز بس اخذ هذا ولا اخذ هذا ولا اوريجينال. اوريجينال احس ألذ. باخذ هذا جايز سو يامي. رجعت البيت قطع شعري كيف شكله الحين. اخذت شاور على السريع وللحين ما مسحت الميك اب لاني بصور بس خلص الفلوج لين هني. شكرا وايد لانكم تابعتوا للنهايه. احبكم وايد 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 واتمنى اني كنت قد التحدي وسويت كل شيء صح. اعتقد اني كنت قد التحدي ونجحت في هذا التحدي صراحه اكثر عن اللون الوردي بس ما عليه. جايز احبكم وايد وايد وايد. شكرا لكم تابعتوني للنهايه واشوفكم في الفلوقات الجايه.
فباي جايز، لا تنسون لايك شير سبسكرايب كل شيء، باي، لاف يو، باي.